السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. فنجان برج الثور لشهر نوفمبر، توقعات شهر 11، ان شاء الله باذن الله تدخل عليك بالهنا وبالسعاده وبالرزق والتفاؤل في حياتك. صلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتر في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر، ونشوف حياتك ونشوف اللي عندك باذن الله يكون عندك تغيير جذري. يا برج الثور، انت اصلا اليومين دول بالك مشغول ومحسود من طوب الارض، وان شاء الله باذن الله توقعاتك وبشايرك كلها لشهر 11 تدل على تحقيق امنياتك وتحقيق هدفك. بسم الله، صلى على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين. بسم الله ما شاء الله. برج الثور، برج الثور انت مظلوم ومسحور. ايوه، مظلوم ومسحور، وفي ناس كتيره جدا بتدعي عليك رغم ان انت كنت كويس معاها، رغم ان انت كنت كويس معاها بس هم برضو بيدعوا عليك علشان هم مش حابينلك الخير. ظلمت نفسك بنفسك في علاقة دخلت نفسك فيها تعبت واتظلمت من اقرب الناس اللي في حياتك. عندك رد كرامة الايام اللي جاية يا برج الثور، عندك طاقة روحانية او عندك حد روحاني في حياتك. عايز اقولك ان انت بتعاني من بعض التوتر وبعض الحيرة، بس عندك طاقة فرج. ايوه، عندك طاقة فرج. اليومين دول انت تعبان جسديا وماديا، الظروف عندك صعبة الايام دي يا برج الثور، وبتعاني من بعض الحاجات اللي في حياتك، بس ما تقلقش، لو انت مظلوم ومهموم وشايل حمل كبير عندك انفراجة حلوة الايام اللي جاية، وهيكون عندك تغيير في بعض الامور اللي في حياتك. طيب، بينك وما بين الشريك نفور ومشاكل وبعض التوتر، ده هيكون في صلح. الثور عنده صلح، علشان الثور عنده اعتذار، انت هتعتذر لحد يا برج الثور الايام اللي جاية، رغم ان انت برضو مظلوم والدنيا حط عليك، بس هيكون عندك طاقة ايجابية وهتدخل في انطلاقة جديدة. عندك شخص هنا هتتعرف عليه، الشخص ده هيبقى بينك وما بينه اللقاء، هتتعرف عليه هتحبه جدا، وهيبقى في بينك وما بينه امور حلوه جدا، وامورك هتتظبط، هيساعدك وهيقف معاك وهيدعمك. ايوه، هيساعدك وهيقف معاك وهيدعمك. انت تفكيرك تفكير رهيب، مش بسهوله بتفكر ومش بسهوله بتاخد قرار. كان عندك علاقة مع برج الحمل، كان عندك علاقة مع برج الحمل، وهيبقى في رجوع، في رجوع بينك وما بين برج الحمل بإذن الله، بس حاول تهدوا اللعب شوية. في رزق وفي سعادة جاية لك يا برج الثور الأيام اللي جاية، في رزق وفي انطلاقة جديدة. بينك وما بين حد فرق، بينك وما بين حد فرق سن، بينك وما بين حد فرق ديانة، بينك وما بين حد فرق ماديات، في حد بينك وما بينه فرق، وبتحاول تصلح الأمور بكل الطرق. عندك يا برج الثور واحدة ست مش كويسة بتعمل لك السحر بمشاكل، والواحدة دي ممكن تكون أخت الشريك أو مرات الأخ، اخت الشريك او مرات الاخ. السحر هو اللي ملخبط حياتك يا برج الثور، وهو اللي عامل لك مشاكل وعامل لك اذى. بسم الله ما شاء الله، بسم الله بجد ما شاء الله. انت هنا عندك وظيفة جديدة وهتزود دخلك في الماديات. ايوه، هتزود دخلك في الماديات وهيبقى دخلك حلو جدا الايام اللي جاية. عندك بشر حلوة جدا جدا جدا، في أمنية في حياتك نفسك تحققها، الأمنية دي لإما وظيفة لإما انطلاقة لإما رزق.
رغم ان انت هنا اعلنت الحرب، رغم ان انت هنا طلعت ناس من حياتك، بس باذن الله باذن الله هيكون عندك انطلاقه جديده. برج الثور عايزاك تبشر علشان عندك ارتباط، عندك خطوب، عندك جواز. ايوه عندك خطوب، عندك جواز لتحقيق امنياتك باذن الله، بفضل دعوات الست الكبيره اللي بتدعي لك دايما ودايما بتلاقيها بتعيط على حياتك وعلى حالك. ربنا هينصرك وهينجيك من عذاب بعض الاشخاص اللي في حياتك. انت بس قلبك طيب وقلب من كتر طيبة قلبك تعبان. بص هنا انت عندك صدمة كبيرة بتعاني منها يا برج الثور، صدمة مأثرة عليك، عندلك بعض التوتر، بعض المشاكل، بس ما تقلقش. الأذى اللي وقع عليك من بعض الأبراج ده بإذن الله ربنا هيطلعك منه ومنجي، وهتكون منصور وهتقف على أرض صلبة بفضل ربنا. عندك هنا كان حد علاقة مع برج الحوت، الحد ده أذاك وظلمك رغم ان انت كنت كويس معاه جدا. شايفة كمان يا بين يا برج الثور انه في بنوتة عندك هنا، البنوتة دي اهي حزينة ودايما دمعتها على خدها، لإما أنت لإما أنت في بنوتة عندكم في حياتكم. البنوتة دي مصدومة صدمة كبيرة جدا وانتوا زعلانين عليها وبتحاولوا تطلعوها من اللي هي فيه علشان هي مصدومة، مصدومة جدا. عندك كمان حد انت هنا بتحزبن فيه، بتتحزبن فيه كتير جدا، الحد ده أذاك وظلمك، الحد ده أذاك وظلمك. انت وقع عليك ظلم من اشخاص كتيرة جدا يا برج الثور، رغم ان انت طيب معهم. اقرب مليك بياكلوا فيك، اقرب مليك بياكلوا فيك. عندك علاقة مع برج العذراء، برج العذراء كان عندك علاقة وخدت قرار الانفصال بسبب ان انت تعبت يا برج الثور، تعبت واتظلمت. فتاة الثور انت دايما مظلومة واكتر قرارات بتاخديها بتظلمي نفسك بيها. عندكم محكمة هتدخلوا فيها بالخير. احساسك دايما عالي يا برج الثور، احساسك دايما عالي، بس برضو علاقاتك العاطفية دايما فيها مشاكل وما فيهاش استقرار ابدا بسبب العيون، وبسبب ان انت لما بتدخل في علاقة بتدي كتير جدا اكتر من اللازم. عندك علاقة مع برج العقرب، وبرج العقرب ظلمك وجه عليك وغدر بيك. ايوه ظلمك وغدر بيك. عندك اهل الشريك مش حابين لك الخير ودايما بيتكلموا عليك ودايما اذينك، بس قول لي ايه كميه الاشتياق وكميه الفرحه اللي هتدخل قلبك الايام اللي جايه؟ في فرحه حلوه جدا هتدخل قلبك، وهيبقى عندك نصيب حلو جدا، وهيبقى عندك انطلاقات حلوه بفضل ربنا سبحان الله وتعالى. عندك هنا كمان يا برج العقرب حد، يا برج الثور حد من برج العقرب هيجي لك ندمان ويقول لك انا اسف، حد هيجي لك ندمان ويقول لك انا اسف. انت شخص تلقائي جدا، انت شخص تلقائي جدا، بتحاول ان انت تعمل حاجات كتيره جدا في نفس الوقت، بتحاول تعمل حاجات كتيره جدا في نفس الوقت. عندك علاقه مع برج الميزان وحصل فيه انفصال ومستني رجوع، مستني رجوع. بالفعل هيكون عندك مكالمة بينك وما بينه الأيام اللي جاية، هيكون عندك مكالمة. بسم الله ما شاء الله. كمان يا برج الثور انت عندك كذا مجال هيرجع يتفتح قدامك الأيام اللي جاية، وفي حاجات هتحصل عليها. شايفة كمان انه انت والشريك اموركم هتبدأ تتزبط، وهيرجع عندك يكون امور حلوة بإذن الله. عندك هنا لو حد بعيد عنك فهو فيه اشتياق وفيه لهفة وفيه رجوع، ايوة فيه رجوع، بس ليه ظالم نفسك يا برج الثور؟ ليه وقعت في مش وقعت نفسك في مشكلة، او في حد وقعك في مشكلة وبتحاول ان انت تتخلص منها، بتحاول ان انت هنا تدافع عن نفسك او عن شريك حياتك او التهمة اللي وقعت عليك
بتحاول تدافع عنها او بتحاول ان انت تطلع منها بكل الطرق، بس دايما برضو مظلوم يا برج الثور، يعني برضو مظلوم، يعني في ناس كتيرة جدا ظلماك وجاية عليك رغم ان انت كويس جدا معها. انت هنا بتدور على راحة البال وبرضو مش لاقيها، بتدور على راحة البال وبرضو مش لاقيها، بس ما تقلقش عشان هنا هيكون عندك راحة بال حلوة. في هنا حرب الايام اللي جاية في شهر 11، في حرب هتعلنه على ناس هتخرجها من حياتك. في سنين عشتها في عذاب وهم يا برج الثور، في عذاب عشته انت، وفي توتر وحيرة مزعلة. بسم الله. بص يا برج الثور، عندك حد بيتدخل في حياتك بطريقة رهيبة، حد بيتدخل عندك بطريقة رهيبة في حياتك. انت صبرك صبر ايوب، صابر صبر ايوب، يعني صبر على حاجات كتيرة جدا تعباك، على اذى، على ظلم، صابر وبتقول انا هفضل اصبر 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 لحد ما اجيب اخري، صح ولا غلط؟ وفي حاجات كتيرة جدا عاملة لك وقف حال، وعندك سحر مدمر حياتك. في باب هنا مقفول قدامك يا برج الثور، في باب هنا مقفول قدامك، بس املك في ربنا كبير. ايوه املك في ربنا كبير، ان هو هيغير من حياتك وان هو هيديك امور حلوه. شايفه انه في خيانه عندك يا برج الثور، في خيانه عندك، يعني حصل خيانة من أقرب الناس ليك. في رابط بينك وما بين حد يا برج الثور، رابط روحاني، حد كده رابط انت بتحبه جدا. عندك يا برج الثور حرف الميم، حرف الياء، حرف الواو، حرف الألف، وحرف النون والسين، كل دول في حياتك، الحروف دي كلها في حياتك. مين الشخص اللي بيوصيك وقت حزنك ووقت تعبك؟ يعني وقت ما بتلاقي نفسك حزين وتعبان بتلاقيه هو طاقة إيجابية. مين الشخص اللي مريض عندك وباله مشغول بيه، بالك مشغول بيه جدا، تعبان؟ بسم الله ما شاء الله، انت غيرت المكان اللي انت فيه صح، او ناوي تغيره الايام اللي جاية. السحر اللي عندك مرشوش، السحر اللي عندك مرشوش. في علاقات هترجع، بسم الله. السحر ده مرشوش من الناس المقربين منك يا برج الثور، بتلاقيه دايما، او انت بتشوف مية قدام عينك مرشوشة. بقالك فترة في قهر وظلم، والست وبنتها اللي هم غيرانين منك وحاقدين عليك، حاقدين عليك وغيرانين منك، دول مش حابين لك الخير. ايوه مش حابين لك الخير. شوف بقى زي ما تكون، لا اما من دمك ولحمك، لا اما مقربين منك، هم ان هم مش حابين لك الخير. العلاقه اللي مع برج الكوس يا برج الثور حصل فيها ايه؟ كملتوا ولا سبتوا بعض ولا عملتوا ايه؟ عندك هنا بسم الله، انت هنا عندك طاقه تفكير، بتفكر في حاجات كتيره جدا عايز تعملها، بس لازم تاخد خطوة خطوة، ما ينفعش تطلع السلم مرة واحدة. انت كده كده هتطلع السلم وهتكون منصور وهتتخطى مشاكل كتيرة جدا في حياتك، بس لازم تطلع واحدة واحدة، ما ينفعش تطلع مرة واحدة. تطلع مرة واحدة هتقع وهتلاقي نفسك تعبت، لازم تطلعه مرة واحدة.
انت بتسامح كتير ودي مشكلتك، بتسامح كتير جدا، بلاش تسامح اكتر من زيادة عن اللزوم، حاول تقف وتهدي شوية اللعب. النفور اللي بينك وما بين الشريك ده الايام اللي جاية هيكون في الصلح وهيكون في تغيير حال. ايوه هيكون في صلح وهيكون في تغيير حال. في ناس كتيرة جدا حواليك بتنافق، في ناس كتيرة جدا منافقين. بسم الله. عندك حد استغفر الله العظيم منه يا برج الثور، حد كده تعبان، حد كده ما يعني هو اصلا تعبان، شخص مش كويس، شخص نرجسي. ايوه شخص نرجسي. مين الشخص اللي بيضايقك دايما وبيحب يستفزك؟ شخص دايما كده بيضايقك ويحب، هو اصلا عايز بكل الطرق عايز يستفزك، بيحب يستفزك، بيحب يضايقك، بيحب يحرق دمك. بصي هنا يا برج الثور، عندك ربط احداث ببعض، ربط احداث مع بعض الاشخاص اللي في حياتك. ليه جسمك بيوجعك؟ عندك وجع في جسمك غير طبيعي بسبب السحر. ايوه بسبب السحر. بسم الله ما شاء الله. هنا يا برج الثور، برج الثور انت واقف الحال اللي جاي لك ده من المقربين عندك اللي هم من دمك ولحمك، انت بتدفع ثمن طيبة قلبك. وخلي بالك السحر مسيطر على حتى على اطفالك ومسيطر على حياتك. العلاقة اللي مع برج الجدي دي في علاقة ترجع تتفتح لك تاني، في اتصال انت من مستنيه، في اتصال انت هنا مستنيه وعندك لهفة ليه واشتياق. انت دايما بتبني مستقبلك يا برج الثور، بتبني مستقبلك. بلاش تظلم نفسك بنفسك بسبب قراراتك اللي ساعات بتكون غلط. انت بتحاول تحارب اليومين دول وبتحاول تستفاد من حاجات كتيرة جدا في حياتك، في حاجات كتيرة جدا ظلمك وحاجات كتيرة جدا تعباك، بس انت بتحاول تطلع من اللي انت فيه. انت حاسس بالقهر والظلم من المقربين لحياتك، حاسس بالظلم من الاشخاص اللي في حياتك. حاول ان انت تقف على ارض صلبة يا برج الثور علشان عندك انتصارة حلوة لشهر 11. بص يا برج الثور، انت هنا حاسس بالغربة وحاسس ان انت لوحدك، حاسس بالغربة وحاسس ان انت لوحدك، رغم ان انت هيكون عندك اخبار حلوة. عندك بعض التقلبات، بعض العقبات اللي بتقف قدامك اللي بتخليك بترجع خطوات لورا. في شخص عندك بيحبك وبيحاول يقف جنبك وبيحاول يساعدك، بس انت من كتر الصدمات ومن كتر الغدر اللي انت وقع عليك من المقربين ما بقتش ليك نفس لأي حاجة. دايما بتحب الحياة وبتحب ان انت تعيشها وبتحب ان انت تتخلص من كل التوتر وكل الحيرة. بتحاول دايما تقف على ارض صلبة، بس يا برج الثور دايما متعرض للخيانة، دايما بتتعرض للخيانة ودايما بتسامح وبتدفع التمن. ايوه بتدفع التمن. بسم الله ما شاء الله يا برج الثور، عندك امور هتتحسن وهتدخل في امور ايجابية. وعايز اقول لك كمان في بشرة جاية لك خلال الاسبوع اللي جاي، البشرة دي هيكون وظيفة، تحقيق هدف، تحقيق امنية، الله اعلم باللي انت اللي نفسك تحققه هو اللي هيتحقق. وعندك جبر خاطر من ربنا، ما تزعلش ابدا ابدا على الفترة اللي عدت من حياتك فيها بعض التعب وبعض التقلبات. انت هنا هيكون عندك تحسين حلو. ايوه هيكون عندك تحسين، وانا عارفه انا بقول لك ايه يا برج الثور، وامورك هتتظبط، امورك هتتظبط، بس خلي بالك من المقربين اللي هم بيراقبوك. ايوه من اللي بيراقبوك، بلاش تتعصب وبلاش تضايق نفسك بنفسك، لا اقف كده وهدي اعصابك، امورك هتبدا تتحسن. بس عايزاك تاخد حذرك من اللي بيكرهك ومن اللي بيراقبك ومن اللي عايز يوقعك ومن اللي مستني اصلا سقوطك. خلي بالك من كل اللي حواليك دول. ايه اللي وقع منك يا برج الثور؟ او ايه اللي اتسرق منك؟
عايزه اقولك ان انت هتدخل في طاقه ايجابيه، علشان مش هيكون عندك رجوع حق، بس هتعوض اللي راح منك. ايوه هتعوض اللي راح منك بفضل ربنا. يعني شوف ايه هو اللي راح منك انت هتعوضه الايام اللي جايه، وهتدخل في طاقات ايجابيه علشان انت حاسس ببعض الحزن، حاسس ببعض التوتر اللي ملخبط حياتك. فانا مش عايزاك تقلق يا برج التور، علشان انت ايام السعاده قريبه منك، ايام الخير قريبه منك، فانت بلاش تتوتر نفسك بنفسك. عندك طاقه تفكير رهيبه، طاقه تفكير رهيبه، في امور هتبدا تحلم بيها من جديد، وامور هتبدا تظبطها في حياتك الايام اللي جايه. ايوه امور هتبدا تظبطها، وهتلاقي نفسك في تاثير حلو جدا داخل حياتك. الايام دي تقيله على قلبك وتقيله على حياتك، تقيله على قلبك وتقيله على حياتك بسبب بعض اللخبطه. عايزاك يا برج التور تخلي بالك انه في باب من الماضي هيرجع يتفتح قدامك، وهيسبب لك مشكله لو انت مخدتش فيه القرار. ايوه لو مخدتش فيه القرار. هيكون عندك الايام اللي جايه كمان يا برج التور تحرير من علاقه بقالك فتره عايز تتخلص منها ومش عارف. وخلي بالك في مشكله مقربة منك، حد بيوقعها عليك، برضو هتتحرر منها، علشان هتكتشف مؤامرات وهتكتشف خيانات جايالك من المقربين لحياتك. انت ماشي في طريق خطوبة، ماشي في طريق تعرف على حد جديد، ماشي في طريق حلو جدا، والطريق ده هينتهي بالفرحة بإذن الله. بعض مواليد برج الثور بيحبوا يمشوا في المشاريع، بيحبوا يمشوا في امور حلوه. بالفعل انتوا هيكون عندك اخبار حلوه، وهيكون عندك انتصار باذن الله، بس حاول تهدى وتهدي اعصابك، حاول تهدى وتهدي اعصابك. ما تخليش حاجه سلبيه تسيطر عليك يا برج الثور، ما تخليش اي حاجه سلبيه تسيطر عليك، حاول ان انت تدخل في طاقات ايجابيه، وابعد عن اي مشكله، اي مشكله تلاقيها جايه لك ابعد عنها. جواك طفل، انت جواك طفل يا برج الثور، بس محدش يعرف انت جواك ايه. على قد الهدوء اللي انت فيه ده، على قد التعب والخمول والكسل اللي انت فيه، يعني انت اصلا تعبان. بيقولوا دايما عليك ان انت مغرور، وان انت متكبر، وان انت شايف نفسك. بالعكس انت جواك غير كده، انت جواك طفل، جواك حد بريء، بس الظلم مخليك بقيت قاسي، مخليك خلاص دايما دموعك على خدك. ايوه دايما دموعك على خدك. الايام اللي جاية هيكون عندك استقرار، هيكون عندك استقرار. انت دايما بتحاول تدور على راحة البال. اليومين دول ما بقتش تعتمد على حد خالص يا برج الثور، علشان كل الصدمات والمشاكل اللي انت مريت بيها من المقربين لحياتك. ايوه من المقربين اللي في حياتك. فبدأت ان انت خلاص ما تديش فرص تاني، بدأت ان انت تقول خلاص انا مش عايز حاجة منكم، بس سيبوني في حالي، انتوا وقعتوا علي اذى رغم ان انا كنت كويس معاكم. في ابراج كتيرة جدا ظلماك، وفي حروف كتيرة جدا جاية عليك، وفي بعض المشاكل في وشك، بس انت قدها وقدود. ايوه قدها وقدود، ومش هتخلي اي حاجة تسيطر عليك. باذن الله ربنا هيبعد عنك كل اذى، وهيبعد عنك النفوس الخبيثة والنفوس المتجسسة على حياتك، واللي عاملاه لك وش البريء. ايوه اللي عامله لك وش البريء. الشمس هترجع تشرق في حياتك تاني، ايوه هترجع تشرق في حياتك تاني، بس عايزاك تاخد بالك من واحده ست افعى، واحده ست افعى مبينات وش الابتسامه ووش الملاك، وهي اصلا مش كويسه. انت محسود يا برج الثور، محسود على حاجات كتيره جدا. انت دايما كنت بتخاف على اللي في ايدك، وبتخاف على كل حاجة، بتخاف على كل، او بتخاف على زعل اللي حواليك، بس صدقني محدش بيعمل لك احساب، محدش عمل لك احساب. وقت ما خسروا، خسروك انت، وقت ما جوه
موجوش غير عليك انت، فالحمد لله ان هم راحوا. انت سعيد الايام دي وبتحاول تسعد نفسك بنفسك، بس خلي بالك من التعابين اللي بيلفوا حوالين رقبتك، التعابين اللي مش حابين لك الخير. دايما بتلاقيهم كده بيقولك احنا جنبك واحنا بنحبك واحنا 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 واحنا، وهم اصلا ما بيحبوش غير نفسهم. التقي شر من احسنت اليه. خلاص يا برج التوت، يعني خد حذرك، ما تديش قوي وما تأمنش قوي وما تحبش قوي. اعمل حدود بينك وما بين الناس، اعمل حدود بينك وما بين الاشخاص المقربين في حياتك، علشان صدقني لما انت هتعمل حدود هتلاقي نفسك هتعيش مرتاح، وما هتلاقيش غدر ولا هتلاقي خيانة ولا هتلاقي ظلم، هتلاقي نفسك خلاص. الحسد والمشاكل انت اللي جايبها لنفسك بسبب القرارات اللي انت بتاخدها غلط، وبسبب ان انت دايما بتبين وش البريء ووش الملاك. احذر احذر وخلي بالك، شهر 11 هتحقق هدفك وهيبقى عندك ابتسامة جديدة وعندك تغيير حلو وهيكون عندك فرحة وهيبقى عندك اخبار حلوة جدا هتحسن من حياتك. ايوه هيبقى عندك تحسن بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى، بس لازم تخلي بالك ولازم تحسن من نفسك اول باول، ولازم تعرف انت عايز ايه وتكمل عليه. ايوه لازم تعرف انت عايز ايه وتكمل عليه. عندك اخبار حلوة وهيكون عندك تحسين وعندك انطلاقة وفرحة باذن الله. تحياتي ليك يا برج الثور، اتمنى لك السعادة لحياتك، وانتظر التوقعات الجديدة الباقية.